استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير يوم أمس أفراد العائلة المالكة الكريمة وذلك للسلام على جلالته بمناسبة الذكرى السنوية 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وقد أقيمت العرضة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية ورفع أفراد العائلة المالكة أسماء آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية المجيدة 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني مشيدين بالإنجازات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في عهد جلالته ضارعين إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بمنصور الصحة والسعادة ويحفظ البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها لتواصل بقيادة جلالته مسيرتها المباركة الميمونة. ورحب صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة في هذه الذكرى الغالية مستذكرا جلالته الوقفة الوطنية الصادقة لشعب البحرين الوفي في هذا اليوم التاريخي المجيد
والمعبرة عن إرادته وتوافقه على ثوابت العمل الوطني، والتي كانت بداية لمرحلة جديدة من مسيرة العمل المشترك والنهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد نهج التطوير خياراً لتعزيز التطور والتقدم الحضاري. وأكد جلالته أن ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة هامة ومحطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر ونهضتها الشاملة، وفتح آفاقا جديدة لتحقيق كل ما فيه خير البحرين ومستقبلها. كما أكد جلالته على أن المواطن البحريني سيظل دوما محور التنمية وأساسها، مشيدا بما أثبتته الكفاءة والخبرة البحرينية من جدارة وقدرة على التفوق والتميز في الأداء في شتى المجالات والمحافل الدولية، والتي تجسد صدق انتمائهم وولائهم وحبهم لبلادهم وحرصهم على رفع رايتها في كافة الميادين. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره واعتزازه بمنتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لما يقومون به من جهود مخلصة ومتواصلة في حفظ أمن الوطن وضمان استقراره، وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الأجهزة والتعاون والتنسيق المشترك فيما بينهما، وما يتمتع به رجالها من روح وطنية وجاهزية عالية، مستذكرا جلالته تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن دينهم ووطنهم. وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من التحديث والتطوير وترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. Thank you.
هذا وقد تشرف أفراد العائلة المالكة الكريمة بالتقاط صورة تذكارية مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. كما تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة جانبا من الاحتفال الوطني الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وذلك في صرح ميثاق العمل الوطني بالصخير. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قوبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل أبنائه الطلبة والطالبات المشاركين في هذا الاحتفال من مختلف المدارس والجامعات الحكومية والخاصة. هلا هلا بملكنا اللي زرع الحب والوفا، يا صاحب الجلالة افتر في الصرح، شفت اسم أمي وأبوي وهلي مكتوب وكنت وايد
مستانس بشوفة أساميهم، وخاصة إن هالمكان بنا واحد عزيز علينا اسمه بابا حمد، وأنا أحلم إني أصير إعلامية أروي كل العالم هالإنجاز. أين رست سفينتنا؟ ها؟ ألا تعلمون؟ أنتم في دار آل خليفة، حيث يأمن الخائف وينصف المظلوم، أرض الحضارة والتاريخ. وما هذا المكان؟ هذا صرح الميثاق الوطني، والذي نقشت على جدرانه أسماء من صوتوا في إرساء ميثاق العز. لحنور افراحنا يضوي بلدنا، وابتدى عرس الوطن في عهد زاهر، ذا مليك قلوبنا هذا حمدنا، من خير وبشاير. لحنور افراحنا يضوي بلدنا، وابتدى عرس الوطن في عهد زاهر، من خير وبشاير. اقبلوا عن نهج ميثاقه نشدنا، جاه صوت الشعب بالتأييد غادر، كلنا من خلف قايدنا اتحدنا، نعم للميثاق بحكي لنا فاخر. نور افراحنا يا ابوي بلدنا، وابتدى عرس الوطن في عهد زاهر، شموخه ما وجدنا، شيد برض الوطن ربان ماخر، لو حسبنا كل مجد بخ صعدنا، ما وصلنا بسيرة ميثاقك شهدنا، دايم التعليم بالتطوير عامر، كل يوم فضل دعمك يا سندنا، نحتفل بانجاز تلو انجاز باهر.
يا ملك صادق يومه وعدنا بأجمل الأيام فيها العز نادر كلنا وياك. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للمشاركين في هذه الفعالية التي نظمت احتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدا جلالته بما تضمنه الاحتفال من قيم وطنية أصيلة تعكس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني وتأصيل مفاهيم المواطنة فكرا وتطبيقا من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية. من جانبه عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن عظيم شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بتشريف هذا الاحتفال الذي أقامته الوزارة احتفاء بذكرى ميثاق العمل الوطني، وتعبيرا من منتسبي الوزارة وخاصة الأبناء الطلبة من مختلف المراحل الدراسية عن مشاعر الولاء للوطن والوفاء للقيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها، وتأكيدا لامتنان الجميع لما حظي به قطاع التربية والتعليم ولا يزال من اهتمام ورعاية من جلالته المفدى مما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالمسيرة التعليمية. وأكد سعادة الوزير أن الوزارة تضع بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الهوية العربية لمملكة البحرين والسعي المستمر لرعاية المواهب الطلابية في مختلف مجالات الموهبة والإبداع لما يشكله هذا الجيل من أهمية لمستقبل المملكة. وهالشيء يعتبر ثمرة من ثمرات الميثاق. الله يا البحرين يا دار الحضارة والزين لتشعب بالغلا في العين. مملكتنا أرض حب ونبع جود وحضن طيبة، أمنا البحرين عاشت تحتوينا كلنا. كل بحرين حبيب وشافها أغلى حبيبة، تنبض بقلبه غرام وتضوي بعينها سنا. بحكمها ما ترتضي به قايد عمر أراضيها وبمجد بنا. يا أمنا البحرين في رخاها صانها، وإن مرت ظروف عصيبة صانها لين اهتنت بالخير والشعب اهتنى. البحرين عاشت تحتوينا كلنا، كل بحرين حبيب وشافها أغلى حبيبة، تنبض بقلبها غرام تضوي بعينها سنا. آه يا سنا مملكتنا من تعلاها حمد والدار في نهضة عجيبة، حضن طيبة شاع
شامخة بين الأمم منه لنهضة هدنا. عهد جديد يحفظ فيه مستقبلنا ومستقبل عيالنا، وهو تكمله لعهد آل خليفة الطويل اللي فيه حفظه وحقوق شعبهم. واليوم تحت راية حمدنا بنكمل الرحلة، لأن فيه بنرفع اسم وطننا. الميثاق مستقبلنا وحمد سندنا. يما يما، ممكن تكلميني عن تكاتف الشعب البحريني في يوم الميثاق؟ إيه يا بنيتي، يوم وقعنا الميثاق يينا من شمال محرق الأبية، ومارين بالمنامة التاريخية، ورايحين للبداية عالطيبة، ورادين سترة البحرية، ومسيرين على عالي الفخارية ليل دراز النسيجية، ومسلمين على أهل الحنينية. دوم هل البحرين انعرفوا بطيبهم وخلاصهم ولاءهم، لأن في حب الخليفة ما حد ينافسهم. والحين بنختم معاكم. ممكن أقول كلمة حق ملكنا الغالي؟ إيه تحاجة يا ولادي، واللي سلمك واللي سلمك خليت حاجة. إيه تفضل. بابا حمد، ليتني كنت عود يوم الشعب وقع على الميثاق، لكن وعد مني يا ملكنا اني راح اخلص لك واخلص لهذا الوطن، وراح اقسم وابغي الكل يردد معاي قسما بان نبقى لملكنا مخلصين، ولوطننا حافظين، ولميثاقنا راعين، عاش الملك عاش الوطن، عاش الملك عاش الوطن.